دائما الحديث على منافسات كأس العرش، لكن هذه المرة تداعيات النتائج. غنمشيو واحد الحالة من بعد الهزيمة ديال فريق الرجاء الرياضي أمام فريق نهضة الزمامرة، لا رياكسيون ديال بعض لاعبي فريق الرجاء الرياضي من بعد نهاية الماتش. الحديث على بدر بانون اللي صراحة حدود الساعة مازال أنا ما فهمتش كيفاش بدر بانون دار هذيك الحالة في المركب الرياضي محمد الخامس. افيك تو مي ريسبي لو جوغ اللاعب بدر بانون، لكن بحال كنتفرجوا التورنوا ديال الدرب في رمضان وكيسالي ماتش قبل المغرب واحد نص ساعه فوالا. بدر بانون تابع الحواصلي والحواصلي هربان والدراري باغي يشدوا بدر بانون وشي باغي يشد الحواصلي البانون. بان الحواصلي هرب مشى دخل الفيستير، الجمهور بقى كيشير على الحواصلي بقراعي ديال الماء مع كل اسف. حاله زعما اللي بعيده كل بعد على الاحتراف اللي شفنا في مركب رياضي محمد الخامس. ولكن نبغيو نشوفوا التداعيات نحطوها هي الاولى بحال اللي كيديروا في المحكمه، نقولوا يعني شنو هو السبب اللي خلى بانوني يدير يجري مور واخا تقول لي الحواصلي سبك شي قضيه غتكون انا دابا درنا غادي نديروا المقدمه هي الاولى باش ما ولكن كل شيء هذا الشيء كله نيفو عملتي السي حمودة باش نقول لك راه كاع هاد المسائل اللي بغيت نعطيها باش ما نخليش. انا عارف شي حوايج اللي سمعتهم انا غير على حسب انا كمل فكره ديال الطريق وناخذوا علاش عطيت انا هاد الشيء؟ انا كنقول نمشي الى ابعد الحدود شي حاجه اللي هي خطيره كاع سمعها بدر بانون، ولكن هاد الشيء كله ما كيشفعش لك دير هذيك لوجيست. انا معاك انا معاك في القضيه. انت شوف غير بلا بدر بانون ماشي هي دي الاولى، ماشي هو دابا بدر بانون ما كيتحطش. انا دوزت هنا في هذا الراديو مرارا وتكرارا عده حلقات، كان بزاف ديال لابوليميك كما قال كريم. السبب ديالها كان كيكون انا ديما كنت كنقول لبانو بانه غرون جور دافعنا عليه على قضيه السيليكسيونا بانه عنده ما شوف ما نحيدوش ليه الكره ديالو، ما نحيدوش ليه لا تكنيك ديالو، ما نحيدوش ليه بزاف ديال المسائل. ولكن بانون غادي نقول لك واحد الكلمه انا ديما كنت نقولها، الكونسنتراسيون تكون مع الكره وي، لان انت باقي صغير حيت الا بغيتي تكسب الرسميه ديالك ماشي غير داخل الرجاء، الا غتبحث على المكان ديالك داخل المنتخب الوطني ما يمكنش يجي بحال هكا. حيت انا مدرب ديال المنتخب الوطني تكون عندي انت هو النيميرو اه وباغيك وداك الشيء، ولكن شوف هذاك لوجيست اللي درتي ذاك النهار ديك لا رياكسيون ما نقبلهاش.